قطعيه قزبر باش نطيبو به الدواره والكبده. قطعي المعدنوس باش قز معدنوس. ايوا يا الله يعطيك الصحه. قلت لك الله يعطيك الصحه. ها نديرو به تبدا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وصلنا. سلام الزينات سلام عليك شويه سلام زينات يا بنتي ما هذا خضر منين كاين شي احسن من داك الشيء طري صافي بارك الله خضرنا شي عندك ساعات واه وزيدو احنا كنطيبو الكبده في وطن ها هو باش هكذا احنا الحاولي احنا كنديرو طيبو الكبده شوفتي الكبده يا شوفناها الكبده شوفناها درنا لها هذا المعدنوس وهذا القزبر ولكن كل شاطر تبارك الله قزبر يلا قطعناه المعدنوس انا مش زريده هذه مطيشة طماطم ضروري الكبده كتجي مطيشة مزيونة مطيشة والبيض كيجي مزيون كيجي مزيونة بصراحة هذا القزبر قزبر مطحون كيجي غزال صراحة كيجي زوين كيجي غزال فين مشيتي بنتي؟ هذا الكامون ولاد الثاني كامون ها؟ يا الكبيدة الديالية طيابك ديالك كيجي غزال الواليدة تبارك الله عليك أول وصافي يا وليداتي العائلة كيجي غزال الملحة بسم الله هذا خلاص الزيت البلدي انا ما نعرف نطيب بلا زيت بلديه الزيت الوزانيه ضروري الزيت الوزانيه ايوا حتى يطيب ان شاء الله وعاد نوريو للمشاهدين ديالنا انتوما دابا غادي نحطوه في الجمر هادي تحطوه ما شاء الله ما شاء الله حنا كنديروه بالفات ضروري راهي في الداخل هضر عا كنديروه مولفين هاد القايده امي غادي يطيب ان شاء الله غادي نطيحوا عليه البيض صافي اما حنا عندنا بالفات هو المهم انا عمرتها يا الثلاجه هاي لا ولا ما كاش بالفات والو حتى بالفات غنوريوها لكم ان شاء الله باذن الله ياك كلشي نوريو للمشاهدين ديالنا حنا اي حاجه كنشاركوها مع المشاهدين ديالنا هذا الدهن المجمر صافي واخا نحطو في المجمر نحطو يطيب في المجمر ديك الساعه نوريو للحبيب ديالنا بعد ما غسلنا الدواره ودرنا لها واحد نص سلقه دابا كنقطعوها باش نطيبوها ان شاء الله بحول الله بقى سخونه ها سما كيف ما كتشوفوا معنا بعد ما غسلناها وسلقناها ها كيفاش ولات غزاله تبارك الله ما شاء الله دابا راه كنقطعوها باش نطيبوها كما قالت اختي وداد مع الخضوره والطبيعه والهواء الطلق الصراحه هاد الله على الجو زين واحد المنظر واعر الصراحه كنشوط الراس ديالو
تمام. ها هي الدواره ديالنا كتجي غزاله تبارك الله. زيد هنايا زيد حطها ها هي تبارك الله تصنع ليها بطبيعة الحال. هادشي راه هادشي الله تبارك الله ديال الدوارة كتجي زوينة مكتبقاش كتمكن تبارك الله كاملة. علاش كيقول لك العيد في العربيه كيجي زوين بصراحه الله غير طبيعه. ها انتما كيف ما كتشوفوا الطوجين ديالنا بعد ما طاب ها انت درنا له شويه ديال القصيبر من الفوق ها الزيتون والزويتين راه الى الصراحه الله باين عليك كي شهي مشوي تكون فيه الحين صغبيناه بالديافه باقي كيغلى. ايوا نخليو حتى نتغداو به ان شاء الله. الطاجين ديال ماما جا غزال تبارك الله ديال المعزي هذا المعزي هذا ها انتما خايب ديالنا من بعد ما سالينا كندير شبول الفاس الله الصحه يا ماما حبيبه الله يعطيك الله الصحه ما شاء الله. شوف الشواش بول الفاس والله الا الطواجن ديال ماما دار المعزي نوريكم ديالنا بسم الله. شوفوا تبارك الله ما شاء الله الطواجن ديالنا حنايا ها هو بالفافا وما تياكلوا فيه ها انتم ايوا صحتكم وراحتكم المشاهدين ديالي مبروك عيدكم.